الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عز الدين؟ الحمد لله يا باشمهندس، اخبار حضرتك ايه؟ ابتديت من بدري ولا ايه؟ لا لسه طب الحمد لله. هو بس ممكن اعتذر النهارده ان مش هكمل، وبتفرج باذن الله على ان شاء الله ان شاء الله الفيديو ان شاء الله لما ترفعوه. بس التفاعل هو اللي كان بيفرق معايا، بس معلش عشان عندي ظروف كده النهارده. ربنا يبارك في حضرتك، والحمد لله لما رجعت الشغل وطبقت الحاجات اللي قلتها لي فرقت معايا كتير. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. حبيبي حبيبي يا صاحبي حبيبي، تسلم لي. حضرتك قلت ان على الواتس على طول لو في اي حاجه اكيد بنتواصل مع حضرتك. أيوة يعني انا تحت امركم، انا تحت امركم في الواتس. ربنا يبارك لك يا رب، تسلم لي يا رب. يا رب يا رب، متشكر لزو حضرتك جدا. السلام عليكم. مع السلامه. عاملين يا شباب؟ تمام. نبتدي دلوقتي يا شباب؟ نتوكل على الله. اتفضل يا استاذ. يلا بينا. شير سكرين مع حضرتك. شير سكرين. حاضر. ماشي. فاكرين يا جماعه الشيت ده الشيت اللي احنا كنا شغالين عليه المحاضره اللي فاتت، المحاضره الثالثه بتاعت البيفت تيبل؟ تمام معايا كده صح؟ انتوا معايا ولا ايه يعني؟ الو، مع حضرتك يا باشمهندس. معلش عشان بس بلاحظ ان مفيش حد بيرد، فانتوا كويسين؟ معاك يا اسطى. تمام. بصوا يا شباب، تمام. بصوا يا شباب، دلوقتي في الموضوع بتاع البيفت تيبل اللي احنا اشتغلنا فيه المره اللي فاتت، احنا اشتغلنا على البيفت تيبل اللي انت بتيجي تقف هنا كده وبعد كده بتدوس ثانية. اوتو اكسبت، اكسبت ما دي اوتو اوتو مش اي. دلوقتي يا شباب احنا قلنا ان احنا بنيجي نقف هنا في اي جدول من هنا ونيجي ندوس كلمة insert وبعد كده ندوس كلمة pivot table وبعد كده يقول لك انت عايز تحطها في new worksheet لو هنا تحت مثلا في اي حتة هنا، او exist worksheet ان انت تدوس على في اي حتة، تدوس على exist وتختار اي مكان تكتب فيه. تمام كده يا شباب؟ فوصلنا للمرحلة دي. النهارده هقول لك ازاي تعمل بقى تبين شغلك بالطريقه احترافيه شويه. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي وليكن نفترض الحته دي كده، المنظر ده كده، احنا هنعملها بيفت تيبل دي، ناخدها كده بيانات الموظفين دي، ناخدها كده مثلا في نيو ورك شيت كده لوحده ونروح ماسكين كل ده. تمام. قال لك ايه؟ قال لك ده المنظر اللي انتوا بتشوفوه عادي. اه لا، انتوا كده مش شايفين ده، انتوا عايزين تشوفوا ده اللي هو النيو بوك ده. انتوا كده شايفين ده صح كده؟ الو، تمام معاك. ماشي. بصوا يا شباب، هنيجي نقف هنا كده ونعمل انسرت بيفت تيبل، وهناخد بقى البيفت تيبل ده بقى بره يعني في نيو ورك شيت. تمام. وهناخد مثلا اسامي الموظفين، او لا نخلي المسمى الوظيفي الاول وبعد كده نخليه مثلا براتب الموظف وصوله. تمام. وهناخد البيفت تيبل ده مثلا، هقول لك بقى نعمله ازاي. بص بقى، هنيجي هنا عشان نبين البيفت تيبل ده كحاجه اسمها داتا فيجواليزيشن. داتا فيجواليزيشن اللي هو الطريقه المرئيه، ان هو لو انت مثلا بتوري الشغل ده للمدير او اي حد تقدر توريه بشكل مرئي افضل احسن من الارقام. يعني هو دلوقتي لو شاف الارقام بالمنظر ده عادي، ماشي مفيش مشكله، لكن انا بتكلم ان انت عايز توريه بالارقام بطريقه احترافيه اكتر. تمام. فهنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده هنروح جايين على كلمة insert، وفي بقى هنا المناظر اللي انتوا بتشوفوها دي اللي هي pivoted chart، recommended chart، على حسب انت الفيرجن بتاع الاوفيس اللي عندك. فتيجي ندوس مثلا pivoted chart. pivoted chart دي بيظهر لي بقى الاشكال دي، معرفش بتظهر عندك ولا لا، بس مثلا الشكل ده، الشكل ده، الشكل الباي، الشكل البار، الحاجات دي.
فممكن نخليها الباي دي. الباي دي اللي هي عباره عن زي باي، يعني باي اللي هو ابل باي، اللي هي فطيره كده زي دايره كده، هنختار عليها كده ونقف كده، خليها هنا بالمنظر ده كده. انتوا شايفين كده صح؟ انتوا كده معايا صح؟ يعني اتمنى بس لو النت قطع قولوا لي النت قطع في حته فلانيه، فاهمين؟ لا تمام بالله عليك يعني ماشي. فدلوقتي هنقف الحته دي كده، وفي بقى حاجه بقى اسمها ايه هنا، لو انت وقفت هنا دوست عليها مرتين في حاجه اسمها هايد، نعمل بس هايد الاول، هايد فلوتنج دي، في حاجه اسمها هنا ديزاين. فممكن بقى تقدر مثلا تختار اي ديزاين انت عايزه، يعني مثلا ديزاين ده، الديزاين ده، اي ديزاين. فانا ممكن مثلا اخليه الديزاين اللي هو الاسود ده شويه، او نخليه الاسود ده كده. بس الاسود ده انت في بقى شويه تعديلات انت عايز تعدلها في الاسود ده، زي مثلا ايه؟ الاداري باللون الازرق، المحاسب باللون البني البرتقاني، المبرمج معرفش بالالوانات. فانا طبعا مش هقعد ابص على الالوانات واقعد اعمل كده، لا انا عايز ان هي ايه تظهر لي كلمه محاسب هنا. فنيجي نقف هنا كده، وفي حاجه اسمها اللي هي كويك لاي اوت. كويك لاي اوت دي اللي انت بتظبط الاشكال او المناظر زي كده، فاهمين قصدي ايه؟ دي بتبقى تمبلت كده معموله بتبقى سريعه شويه. انتوا سامعيني صح؟ ماشي تمام. مثلا كويك لاي اوت مثلا زي كده، اللي هو مثلا ايه يعني كلمه مثلا الاداري واخدين اكتر ناس، المهندس واخد، وهكذا. تعالى كده نوسع دي كده شويه، نكبرها كده شويه اهي، خليها مثلا بالحجم ده كده تمام. اللي هو ان انت وممكن مثلا ايه نيجي نقف مثلا هنا كده ونروح مكبرين الكلام شويه اهو كده، ونخليه مثلا باللون الاسود كده شويه كده، ولا نخليه مثلا تحتيه، لا نخليه باللون الاسود، ولا باللون مثلا ابيض. ابيض يبقى كويس، ابيض يبقى كويس تمام. دي اسمها اللي هو الهيدر. ممكن بقى تيجي هنا مثلا، تيجي عايز تيجي في الديزاين هنا نشيله احنا مثلا، وليكن شلناه مثلا. فممكن مثلا انت عايز تضيف مثلا هيدر لل اسمها ايه للتشارت دي، او اللي هو الرسم البياني ده. فتيجي هنا في قائمه ديزاين، او انت لما بتصدق تطلع انت الفلوتنج ده، في قائمه ديزاين اهي، في حاجه اسمها اد تشارت اليمنت. اليمنت يعني عنصر، تدوس عليها كده تقول لك مثلا تشارت تايتل، تيجي مثلا تخليها من فوق، تخليها في السنتر، تخليها من فوق، وهكذا. اللي هو مثلا ايه نسبة الموظفين من الشركة، او مساهمة الموظفين من الشركة، كل مساهمة اقسام الموظفين من الشركة. عارفين يعني ايه مساهمة يا جماعة؟ ان كل شركة او كل قسم مساهم قد ايه في الشركه، فاهمين قصدي؟ الو ايوه يا باشا تمام اهي. تعال ننزل دي كده لتحت شويه اهي. ممكن بقى لو احنا صغرنا الكلام ده شويه هيظهر، يعني مثلا نخليها مثلا كده شويه، يعني بحيث ان هي اللي هي تدخل وهكذا تمام. ممكن بقى نروح عاملين مثلا ايه تاني، نعملها مثلا في الديزاين ده اللي هو ممكن نغير مثلا الالوان، الطريقة اللي هو الديزاين بتاع التشارت اهي، وهكذا تمام. وفي كمان نقدر ان احنا نزود في الليجند دي، الليجند اللي هي بنخلي مثلا الكلام ده هنا، او نخليه مثلا توب اللي هو يبقى من فوق، او نشيله خالص اللي هو يبقى نان اللي هو يبقى الكلام ظاهر هنا. دي كده احنا وصلنا لمرحلة ان انت تعمل تشارت او رسم بياني جوه الشيت، بحيث مثلا لما المدير مثلا يشوف لك، يشوف مثلا يقول لك ده الاداري واخد 46% من اجمالي الموظفين كلهم. طب انا دلوقتي عايز اضيف كمان هو مرتباتهم قد ايه؟ ما هو مرتب الاداري كل مرتباتهم 25,000 جنيه. فهنروح واقفين هنا كده ونيجي عند اهي، ثواني، الليبل اوبشن. لما انت تيجي تدوس على كلمة اداري دي كده، وتيجي هنا كده اللي هي العلامة دي كده، وفي حاجة اسمها ليبل اوبشن. فبيقول لك بقى ايه،
ده هم واخدين مساحه 46% من اجمالي الشركه، بس انا عايز اعرف مرتباتهم قد ايه. فنيجي ندوس هنا ليجند كي، نخليها في نيو لاين تاني اهو، ثانيه الفاليو اهي بالظبط. ندوس على الفاليو، لما تدوس على الفاليو بيجيب لك ان دلوقتي قيمه الاداري دلوقتي بقى ب 25000 جنيه، ثواني نزودها كده، 25000 جنيه، واخد استحواذ من الشركه ب 46%. بس انا الكلام ده كده مش عاجبني، انا عايز اخليهم كلهم في المنتصف. فهنخلي للاسف هنقلل الكبر شويه بتاع الكلام عشان يقدروا يدخلوا جوه الدايره دي. فاهمين قصدي؟ انتوا معايا صح؟ معاك يا باشا. معلش هو تمام معايا. انتوا دلوقتي في حد عنده اسئله؟ معلش استنى دلوقتي انا بظبط الشكل، افهموني. اللي انا بس عايز اوصله لكم ان انت دلوقتي بتحاول ان انت بتظبط الرسم البياني. على فكره الرسم البياني ده حوار كبير قوي في الاكسل، بس انا بحاول ان انا اشرح لك الرسم البياني بقدر الامكان يبقى الموضوع سهل شويه، وافهمك ازاي تعمل رسم بياني. يعني دلوقتي انا ليه اخترت كلمه الدايره دي؟ دلوقتي الدايره دي بتبان كل واحد واخد قد ايه من الشركه من التورتايه. فاهمين قصدي؟ يعني دلوقتي لما انت عندك مثلا، انتوا سامعيني، لو انتوا دلوقتي مثلا عندك شركه وفيها مثلا قسم مبيعات مثلا بياخدوا مثلا مرتبات ب 100000 جنيه، وقسم تاني الماركتنج بياخدوا مثلا 50000 جنيه، وقسم الحسابات بياخدوا ما اعرفش ب 200000 جنيه. فالشكل ده الدايره دي تبين لك الناس دي عامله ازاي. يعني الاداريين اهو، الاداري اهو واخد استحواذ 46% بمرتبات 25000 جنيه. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ اقل حاجه مثلا المهندس والقانوني قليلين جدا، ان هو المهندس مثلا مرتباتهم 4000 جنيه اهو، والقانوني اهو. فاهمين قصدي ايه؟ فبتبين الشكل ده بيبان احسن من ان انت تبين له في تقرير زي التقرير ده كده مثلا اهو، لحظه اهو. فاهمين قصدي ايه؟ ما بيبانش في التقرير ده زي ما بيبان في الشكل البياني ده. فاهمين قصدي؟ انا بعملها يا استاذ احمد بس في حاجات تانية، مش في كده يعني. ما هو ما انا فاهم، ما هو على حسب بقى شغلك بقى، وعلى حسب يعني. بعملها في قطع غيار، كهرباء، ميكانيكا، سباكه. بالظبط بالظبط. اللي هو بعملها اشترينا الشهر ده، اشترينا الشهر ده قد ايه من كل حاجه في الحاجات ديت. بالظبط. ما انا بقول لك، ما انا بقول لك، انا بقى اوريك بقى حاجه بقى هتعجبك قوي قوي الفتره دي. بص ماشي. احنا دلوقتي عملنا اللقطه دي كده، اللي احنا جبنا التفاصيل بتاعه الحته دي. طب تعالى بقى اوريك حاجه تانية في الحته دي برضو. انا عايز اعرف مثلا ايه، احنا دلوقتي جبنا عدد الموظفين، عايز اعرف مثلا اللي هو المتوسط بتاعهم. واقول لك ثانيه، لحظه بس، احنا كده وصلت لكم الموضوع بتاع الرسم البياني عامل ازاي. تعالى بقى نرجع نيو شير ونخش على البيفت تيبل ده وناخد مجموعه الاهل دي. تعالى كده ناخدها كده كنترول اي وناخدهم في نيو ورك شيت بقى لوحده خالص، عشان دي اللي هتبقى فيها شغل كتير قوي قوي قوي. نعمل شير كده وناخدها على اللي هو ده. تمام كده يا شباب. الفكره دلوقتي ان احنا عندنا دي، احنا كده وريتكم حاجه بسيطه جدا ان انت تعرف تعدل ازاي في الرسم البياني في بيانات الموظفين. تعال بقى نعملها في الحته دي كده. احنا دلوقتي عندنا بضاعه كتيره قوي في البيانات بتاعت الاهل دي، فنيجي هنا نيجي نعمل هنا كده انسرت زي ما احنا عملناها بيفت تيبل اهو، وناخد مثلا النوع ومثلا بيتباع منه انهي كميه، الكميه اهي. خلاص دي احنا عملناها قبل كده، الحركه دي عملناها قبل كده، هناخدها كده ونعملها كده. هوريكم بقى حاجه هتعجبكم قوي دلوقتي. تمام. بعد كده هناخد، انتوا معايا في حته البيفت تيبل دي صح؟ معاك. تمام. وبعد كده هناخد الوكيل، انسرت بيفت تيبل، بس هنحطه هناك، هنحطه في الحته دي كده. الوكيل اهو، الوكيل بيبيع كام كميه اهو. تمام. وبعد كده هنيجي هنا، كام واجهه بتبيع كام كميه اهو. هوريكم حاجه هتعجبكم والله.
الواجهة وكميتها قد ايه. بس كده كده احنا عملنا الكميات على حسب النوع والوكيل والواجهة. تمام، هنيجي طبعا نعمل بيفت تيبل، نعمل قصدي بيفت شارت اهي. هنقف على اول بيفت تيبل ده ونعمل بيفت شارت اللي هو مثلا وليكن نخليها، لا انا عايز اخليها الباي دي، وهنخليها بالمنظر ده. طبعا الشكل بتاعها مش مظبوط، يعني تحس ان المنظر مش مظبوط، فهنيجي ندوس على دي مرتين كده، وهنيجي في كلمه ديزاين، وهنختار الشكل اللي احنا عايزينه، مثلا وليكن الشكل الاسود ده، مثلا الشكل الاسود ده، ونضيف عليها اللي هو داتا ليبل. داتا ليبل دي اللي انت بتخلي الكلام يبقى في السنتر ولا في الانسايد ولا في الاوتسايد. انتوا خدتوا بالكم من دي؟ يعني خلي ايه، بصوا هنا مفيش اي حاجه، الدايره دي فاضيه. لما بتدوس element وتدوس داتا ليبل دي مثلا، فبتخليها مثلا في السنتر مثلا، اللي هو كل نوع قد ايه. وممكن نخلي في الليجند دي، لا الليجند دي خليها بالمنظر ده كده. فلا لسه استنى، نخليها في اللاي اوت اللي هو يبقى النوع ده كده بالظبط اهو، ونكبر الكلام ده كده شويه. تمام، دي هتبقى كميه الكميه بحسب النوع. تمام تمام، وبعد كده نيجي نقف هنا كده، هنختار بيفت انسرت بيفت تشارت، وهنختار الشكل ده للوكاله اهو، الوكيل اهو اهو، ونخليها مثلا بالمنظر ده كده. تمام، طب انا عايز دلوقتي اظهر قدام العمدان دي كل البيانات بتاعتها، هنيجي نقف هنا كده. اولا نختار مثلا ديزاين، لو الديزاين ده عجبنا تمام، ونشيل دي كده مثلا، ونشيل دي كمان كده، دي كمان، ونوسع كده قدام الشيت بتاعنا، ونخلي قدامنا دي هتبقى الكمية بحسب الوكيل. تمام، وبعد كده هنيجي قدام، هنيجي هنا ندوس add element data label اهي، ونخليها في السنتر اهو، نخلي الداتا ليبل دي تبقى كده مثلا بالمنظر ده اهو، عشان تقل بس كده. بقى كده الوكيل باع من الكميات قد ايه. فانتوا لحد الان انتوا تمام، انا اللي انا بعمله ده اعتقد ان هو مفهوم الى حد ما، صح كده؟ الو تمام. تمام، الفكره بقى ان انت بتبقى انت عايز تتنقل ما بين كل، بتبقى عايز تفلتر على مثلا وليكن وكيل الشام. هقول لك ازاي دلوقتي، نيجي بس نخلص بس الحته الاخيره دي، سوريا انسرت بيفت شارت اهي، ونخليها بالمنظر اللي هو البار ده. تمام، وبس كده، بس نخلينا هنا كده، خلينا بالعرض ده كله، ونروح شايلين كلمه توتال دي، ونخلي الديزاين بتاعها يبقى ديزاين، احنا عايزين ديزاين ايه ده، لا ده شكله وحش، خليها بالمنظر ده كده عادي، بس نخليها مثلا باللون البرتقاني ده، ونزود مثلا عليها اللي هو يبقى الكويك تشارت اللي هو الداتا ليبل دي، نخليها في اوتسايد، احنا عايزينها اوتسايد اند بس كده. تمام، لحد هنا يا جماعه، لحد اللي انا بعمله ده بنسبه كبيره مفهوم، صح كده؟ صح كده يا شباب؟ صح صح. انا عندي بس سؤال باذنك، اتفضل. الكميه بحسب الوكيل الشارت ده، لما احنا لغينا الواي اكسس وخلينا قصاد كل عمود القيمه بتاعه، احنا اتكينا على ايه قبل ما نضغط على اد تشارت اليمنت؟ يعني حددنا ايه اهو، تعالى نرجعها تاني زي الاول اهو، بيبقى الاكسس بتاعها اللي هو بيكون الليجند، الليجند اهو بيبقى على الرايت ولا على الليفت؟ على الليفت، كان على الليفت، كان كده ولا كان الناحيه الثانيه؟ كان على الرايت، كان كده صح؟ كان مكتوب في الواي اكسس مثلا من 0 كذا،
انت عايز كده؟ تمام. ده احنا بدلناه بالكميه قصاد كل عمود صح؟ لا، اولا انت عشان تشيل توتال دي هنيجي نقف على توتال دي كده وندوس كلمه ديليت عادي خالص، تمام كده؟ ماشي تمام. عشان تحط الكميه طب وتعالى عشان تحط الكميه قصاد كل عمود بتيجي هنا تقف في الضيق، تقف في الشارت دي عاديه كده خالص، ونيجي عند اد اليمنت دي في حاجه اسمها داتا ليبل. داتا ليبل اهي، لو انا دوست نون كده اختفت. ايوه لو دوست على كلمه داتا ليبل اهي اوتسايد اند اهي بتبقى كده. وفي بقى انت تختار بقى كذا اختيار، يعني ممكن تخليها انسايد او انسايد او داتا كول اوت وهكذا، يعني اللي هي تبقى كتب بالمنظر ده كده، بس هي بتبقى افضلها اوتسايد اند، بتبقى شكلها اشيك شويه تمام كده. لكن الواي اكسس نفسه احنا ضغطنا عليه وعملنا ديليت غرض ديليت في بورد بالظبط. ونكبر بقى كده الكلام ده كده لا نخليها كده ده اخرها، ونكبر الكميه حسب الوكيل دي نكبرها كده شويه تمام. وكده احنا بالمنظر ده احنا كده تمام قوي. انا دلوقتي بقى بص بقى المنظر ده، المنظر ده كده كويس الى حد ما كويس صح كده؟ يعني المنظر ده كده لما تيجي تبص كده على تكلم مثلا كده مديرك ولا حاجه يقول لك توريه المنظر ده، يقول لك مثلا ممتاز يا فندم بياخد 36% اعلى وكيل عندنا الباز. هنا بقى احنا قلنا هنا ايه من حيث الوجهات، يبقى الكميه حسب الواجهه صح كده؟ تمام. ودي نكبرها كده شويه اهي تمام. بص بقى يا شباب احنا لحد وقتنا هذا كده، لحد اللي احنا بنحكيه ده كده كويس قوي اهو كده، لحد اللي انا بحكيه ده كده احنا حلوين قوي تمام. انا بقى عندي بقى اختراع اخترعه لكم دلوقتي. دلوقتي لو انا عايز افلتر على العلوان للاهليه دي اجيبها ازاي؟ حد عنده اي اقتراح؟ حد عنده اقتراح؟ شباب معلش سؤال تاني كده، لو انا دلوقتي عايز افلتر على العلوان الاهليه او دياز او حسين خلدون او القيروان اجيبها ازاي؟ حد عنده اي اقتراح؟ حد عنده حاجة؟ هنعدل في البيفت تيبل نفسه؟ حاجة زي كده. بص يا شباب دلوقتي لا أنا دلوقتي الحاجات دي أنا مخبيها على البيفت تيبل، ما هو في بيفت تيبل وراها صح كده؟ لو جينا دوسنا في أي بيفت تيبل هنا كده ودوسنا على في حاجة اسمها بيفت تيبل أنالايز، في كلمة جميلة أوي، حد يعرف حد شاف الكلمة دي قبل كده؟ سلايسر دي؟ حد قابلها في حياته؟ لا. حد قابل كلمة سلايسر دي؟ عز الدين، نور الدين، اي حد قابل الحتة دي قبل كده؟ طب انا هوريكم بقى حاجة حلوة قوي. بصوا يا شباب لما نيجي ندوس على اي شيء على اي بيفت تيبل احنا كنا عاملينه وجينا ندوسنا كلمة سلايسر بيجيب لنا كل اللي كان موجود في الشيت كله، كل اللي كان موجود في مجموعة الاهلي كلها، كود الطلب والوكيل والواجهة وكل حاجة. انا مختار ايه؟ انا عايز الوكيل تمام، وعايز النوع، وعايز الوجه. ركزوا في اللي انا هقوله دلوقتي، الموضوع ده هيبقى حلو قوي. هختار التلاتة دول كده، خليكم معايا. انت معايا صح يا شادي صح؟ ايوه. الوكيل والواجهة والنوع. بص بقى اللي هيحصل ايه بقى لما اجي افلتر على كلمة الوكيل، او انزل دي كده لتحت كده شوية او اخليها لفوق كده شوية، والواجهة دي هتبقى لحد فين؟ الواجهة دي لحد هنا تمام. دلوقتي لو انا جيت فلترت مثلا على كلمة دياز دي ايه اللي حصل؟ جاب لي دياز بس اللي هنا الكمية حسب الوكيل صح ولا غلط كده شادي؟ صح كده تمام. طب نفك الفلتر دي تاني. طب لو انا دلوقتي ولو جبت مثلا الجزائر هيجيب لي الجزائر هنا برضو، ما هو كل حاجة هتبقى هنا. طب انا دلوقتي عايز افلتر بمجرد ما اختار كلمة دياز يظهر لي في التلاتة شيت كله، فاهم قصدي يا شادي ولا لا؟
يظهر لي في التيبل دي كلها. فيحصل ايه بقى؟ في حاجه هنا لما بتيجي تقف على كلمه، احنا كده واقفين عادي، لما تيجي تقف على كلمه سلايسر هنا بيظهر لك كلمه سلايسر اهي فوق اهي، خدت بالك؟ في حاجه اسمها ريبورت كونكشن، وتروح رابطهم بالاثنين بيفت تيبل اللي موجودين. وهنا كمان تيجي تدوس هنا في الواجهه وتيجي عند ريبورت كونكشن اللي في الاثنين بيفت تيبل اللي موجودين، وهنا في النوع تدوس على ريبورت كونكشن وفي الاثنين بيفت تيبل اللي موجودين. كده احنا عملنا ايه كده يا شادي؟ تتوقع احنا عملنا ايه كده؟ ان اي فلتر بختاره بيطبق على الثلاثه شارت. جدع. بص بقى، مش انا قلت لك انا عايز العلوان الاهليه او دياز؟ لو انا دوست كلمه على كلمه دياز، بص ايه اللي هيحصل. بص بقى يا معلم، قال لي بقى ايه؟ قال لي دياز هنا بايع ب 14000 في كميه دياز اللي هي الكميه حسب الوكيل، وقال لي في الكميه حسب الواجهه هو بايع في المغرب ب 14000 وشويه، ودياز بايع من النوع جيد 46%. احنا ممكن بقى نزود بقى القطعه بتاعتها، يعني ممكن نيجي ندوس هنا كده مرتين ونيجي نقف هنا كده ونيجي عند حاجه اسمها ليبل اوبشن، والليبل اوبشن اهي، ونيجي عند كلمه فاليو اهي. فاهم قصدي؟ اهي. طب ثواني، اتفضل. ما هو تشارت واحد بس اللي فيه دياز، هو بعد تشارت الاثنين التانيين هما بيعرضوا الحاجه اللي هي تبع الدياز نفسه. ايوه جدع، فهمت قصدي بقى. طب ممكن نرجع للبيفت تيبل عشان عايز اعرف ايه اللي كان تبع دياز. طب بالنسبه للمعروض في تشارت، ما هو التاني. انت مش، ما هو يعني المغرب دي كان، نعم اتفضل، قول كان ايه علاقتها بدياز؟ انت عايز تشوف البيفت تيبل المغرب مثلا كان ايه علاقتها بدياز؟ مش فاهمني. يعني انا عايز اعرف هو ربط ايه بدياز، يعني ربط ايه بالنسبه لايه؟ ما هو ربط كل حاجه. بص هقول لك على حاجه، خلي دولت كده على جنب، هقول لك انا، خلي دولت كده ينزلوا تحت شويه. تمام، خلينا في البيفت تيبل ده. خلاص، اهو البيفت تيبل اهو، مش احنا كنا شايلينه جنب بعض؟ انتوا سامعيني كده يا جماعه؟ اصل الكونكشن عندي بايظه. ايوه تمام. حد تاني زي شادي عنده نفس الاستفسار ولا الدنيا تمام معاكم؟ شباب، شادي، طب انت شادي انت معايا؟ ايوه سامع. انتوا معايا كده يا جماعه؟ انتوا كده كويسين؟ سامع معاكم. ماشي، بصوا يا شباب، دلوقتي انا ربطتهم ببعض، هقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل. بص لو انا دوست على كلمه البحرين مثلا، بص ايه اللي هيحصل. بص خدت بالك هنا اهو، البحرين اهي، وفي الوكيل بتاعه اسمه محمد بن سعلو، وبايعين قد ايه في الممتاز. طب لو انا اخترت كلمه ممتاز قلل لي الحته دي، فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ ده نوع فلتر يا شادي، فاهم قصدي؟ ما هي بقى الفكره اللي انا مش فاهمه، الوكيل انا اخترت فيها فلتر ليه بقى عمل تعديلات على التشارت اللي هو تبع فلاتر، سوري، جداول تاني غير الوكيل؟ بص يا شادي، انا كده يعني انا كده مسحت السلايسر اهو. تمام، انسى بقى البيفت شارت، انسى التشارت اللي احنا عاملينه. تمام كده، ماشي. انا هختار اي حاجه، انا ثواني بس نطلع دولك كده لفوق شويه، يعني انا هطلع بس البيفت تيبل ده خليه هنا كده عشان يبقى كلهم جنب بعض، صح؟ تمام، احنا نقف على اي بيفت تيبل. ركز هنا بقى كده، بص احنا عندنا ايه؟ كود الطلب، الوكيل، الواجهه، الكميه، النوع، تاريخ الشحن، تاريخ الحد، التكلفه المتبقيه. خلاص تمام، هنيجي نقف هنا في اي حته في البيفت تيبل، في حاجه اسمها بيفت تيبل انالايز، هندوس عليها، هنلاقي في حاجه اسمها سلايسر اهي، سلايسر. تمام، ايوه، هندوس عليها. قال لي انت عايز ايه من السلايسر؟ انت عايز تعمل كام فلتر؟ انت عايز كام فلتر يا شادي؟ اي حاجه اللي انت عايزه. ماشي، هو الكميه، يعني مثلا ناخد الوكيل، الواجهه، الكميه، يعني مش لازم الكميه، خليها النوع. خلاص كده تمام كده يا شادي. هو طب ثواني بس، هو فين؟ احنا عندنا الوكيل اللي هو البلدي والنوع اللي هو ايه؟ اي حاجه على فكره، ممكن تختار تاريخ الشحن على فكره، تيجي نجرب. دي كل العواميد اللي موجوده في التيبل الاساسي، مش في التيبل، صح؟ في الاساسي بالظبط. اه لو ماشي. لو عايز تجرب اي، لو عايزين يا جماعه، لو حد يا جماعه عايز يشارك شادي يتكلم، يعني افتحوا المايكات ونتكلم. ماشي يا زهر. ماشي، انا معاك اهو دلوقتي.
دلوقتي احنا اخترنا الثلاثه دول، تمام كده يا شادي؟ ماشي. طب ونختار الكميه برضو، انا عايز اشوف الكميه دي ايه اللي هيحصل فيها. خلاص تمام كده، وادوس اوكي. خليك معايا بقى شادي، بقى خليك فاتح المايكات اهو، طلع لي اربع فلاتر اهو. خلاص تمام. انا 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 احطهم جنب بعض، بس مش هبعدهم يعني، احطهم كده جنب بعض. كميه والنوع. خلاص كده يا شباب تمام. بس سؤال بس قبل ما تروح منك يعني، اه، هو في كل جدول صغير من دول اللي هو السلايسر ده موجود العناصر اللي هي في الصف كله يعني، كل صف في عنصر هو موجود في التيبل كله. اه بس احنا وقفنا على مين؟ وقفنا عند الجدول ده الاول، مش احنا عملنا السلايسر من الجدول ده صح؟ اه. فطبعا لما هنيجي نفلتر هنفلتر في الجدول ده بس. اهو صح صح ولا غلط؟ ايوه ايوه. بس هو السلايسر يعني جاب الداتا من التيبل الاصلي ازاي؟ عشان اضغط على البيفت تيبل، هو برضو مستدعى الداتا من التيبل الاصلي. ايوه، ما هو انت البيفت تيبل ده لو انت وقفت فيه اهو، فين البيفت تيبل اهي، لو انت وقفت في البيفت تيبل اهو، ما انت ما هي دي الداتا الاصليه اهي، ما انت ممكن تحطها كلها في البيفت تيبل، فاهم قصدي؟ ما هي ايوه ايوه فهمت تمام. خلاص ايوه كده، احنا فلترنا مثلا وليكن على العنوان، فبيفلتر هنا. فانا عايز دلوقتي لما اجي فلتر على العنوان او الشام يظهر لي في في الاثنين تيبل الباقيين دول. ما احنا كده فاتحين ثلاثه تيبل بيفت تيبل صح؟ ايوه. فانا عايز دلوقتي اعمل لينك بالاثنين دول صح؟ الفلتر كونكشن بالظبط، ريبورت كونكشن. لما نيجي ندوس هنا كده في حته السلايسر ده، ندوس كده عليه من فوق كده، هيظهر لي كلمه سلايسر فوق اهي. خدت بالكم يا جماعه؟ افتحوا يا جماعه المايكات بالله عليكم، يعني شادي انا حاسس تعب معايا، افتحوا المايكات وكلموا معايا. لما نيجي نقف هنا كده على كلمه السلايسر دي كده، ونيجي ندوس كده كلمه سلايسر، في حاجه اسمها ريبورت ايه يا شادي؟ كونكشن. ريبورت كونكشن. ففي اثنين، في اثنين تانيين، فاهم قصدي؟ فبيقول له اعمل لي ربط ما بينهم. تمام. فلما تيجي تدوس على كلمه الشام هيبتدي يتحرك الشام هنا، فاهم؟ فهمتني؟ طب انا دلوقتي المشكله اللي انا عملت في السلايسر ده بس، طب انا عايز الاثنين السلايسر الباقيين. يبقى هنيجي برضو ندوس كده في السلايسر ده، وهنيجي ندوس ريبورت كونكشن، وهنيجي نعملهم ايه؟ نربطهم. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ماشي صح. ماشي اهو، ريبورت كونكشن اهي اهي، في ريبورت كونكشن اهي، سلايسر ريبورت كونكشن اهو، واهو. صح ولا غلط شباب؟ صح. تمام بس كده. فدلوقتي لما اجي اختار كلمه جيد جدا ايه اللي هيحصل؟ يقول لي جيد جدا الكميه اللي اتباعت منها 70,354. اتباع منها قد ايه؟ فعلى حسب المناطق، حتى بيقول لك التوتال اهو من تحت اهو 70,000، واتباع منها قد ايه؟ على حسب ايه؟ الوكاله. صح ولا غلط؟ 70,000 70,000 70,000. طب احنا دلوقتي بقى عايزين نطبقهم على التشارت، فهناخد التشارت دولت كده. ما هي التشارت دي واخده من البيفت تيبل، صح ولا غلط يا شباب؟ انتوا معايا ولا ايه؟ صح. صح. ماشي اهو، هنطلع فوق اهو. بالظبط، هنيجي كده اهو. كده كده كده. ونروح واخدينهم كده على الشمال كده شويه. نوسع ده كده شويه، وننزل ده كمان كده شويه. ونخلي النوع ده هنا مثلا. خلاص كده يا شباب؟ فكده ايه اللي هيحصل بقى يا شادي؟ ها توقع ايه اللي هيحصل؟ هيوزع الفلاتر برضه على الشارتس. فهنعمل ايه؟ اول ما اختار كلمه السعوديه، الواجهه السعوديه، بص ايه اللي هيحصل؟ قال لي بص يا عم الحاج، السعوديه دي الوكيل بتاعها اسمه الباز للاعمال التجاريه. اتباع منها 28,000 قطعه. ال 28,000 قطعه متوزعين اهو. 11,000 ممتاز، 8 جيد جدا، 9 جيد. الكميه تبع السعوديه 28,000. طب لو انا عايز ممتاز بس، تعالى بوريك بقى حاجه، تعالى نفك دي كده ونختار كلمه ممتاز او جيد جدا بس. قال لي جيد جدا اعلى واحد فيها هو الفيوم الاهليه، تمام. طب لو انا عايز جيد بس، قال لي بص الجيد اعلى واحد فيهم هو الباز للاعمال التجاريه، وأعلى واحد فيهم هو بيبيع السعودية. إيه رأيك يا عم شادي؟
جميل. هي بس هي ماشي الطريقه كويسه وفهمت بيربط ايه بايه. اتفضل يا شادي قول. معلش اقول يا شادي اتفضل كده. حد كتمني ما علينا. انا اللي كتمتك معلش استاذ. ليه في صوت جنبك فودست على الاثنين تقول لا لا مش صوت. المهم هو ماشي انا فهمت هو بيربط ايه بايه. يعني كل مثلا السعوديه فيها اكتر من اليمنت مرتبط بيها فده اللي برضو بيفلتروا معاها بالظبط. بس هي بس ما كنتش فاهمها علشان الشكل الداتا ذات نفسها يعني هو الجديد. يعني عشان احنا انت عارف مالناش بقى في الاستاتستكس والحاجات دي. فاهم. لو كان جدول ابسط من كده شويه كانت هتوصل على طول يعني. بس دي هتبقى احسن واحسن. تمام. صدقني يا شادي صدقني لما تعمل المنظر ده وتخش على مديرك بالمنظر ده المنظر ده حلو جدا. ركز كده يا شادي في الموضوع اللي انا بقوله والله ما بهزر. اعرض كده شغل. انا معاك انا معاك بس هي بس عشان انا بالنسبه كشغل يعني من الحاجات اللي بعملها في الاكسل توزيع درجات طلبه تسجيل تواريخ مواقع زلازل و و و. لكن شغل بقى الاحصاء والشركات والسياسه دي لا انا ما بفهمش فيها يعني. انا ما اعرفش يا شادي انت شغال ايه يا شادي يعني شغال في ايه بالظبط. معيد. شغال معيد. معيد بالظبط. فانت انت متخيل انت معيد في ايه مثلا. عندك اقسام ولا ما عندكش اقسام؟ عندي شعب. شعب بالظبط. فانت ممكن تعملها دي على شعب. يعني مثلا شوف اكتر شعب مثلا اعلى درجات فيها ايه. اكتر مثلا ناس متفوقه في الدرجات هي ايه. حوارات كده كبيره. فاهم قصدي؟ فهمت. طيب ايه يا شباب ايه اخبار عندكم؟ هو شادي بصراحه كان مان اوف ذا اور. ايه الاخبار عندكم انتوا؟ السلام عليكم. انا زي الفل يا باشا. لا لا بكلم جد والله علي. لا والله مية مية. انا بعمل الكلام ده كتير يعني. انت بتشتغل على السلايسر على فكره صح؟ لو اتقطع الـ 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 لو الـ الـ الزوم قطع ارجعوا تاني على نفس اللينك. قول لي كده. انا المدير عندي بيحب الكلام ده قوي عايز الملخص ده بالظبط. ما هو المديرين يا جماعه والله انتوا يا جماعه انتوا. انا اتعاملت على فكره مع مديرين كتير. المديرين خلقهم ضيق جدا بالظبط. ما بيستحملوش والله حاجه. بيبقى خلقهم ضيق ولا لا 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 انجز 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 وتلاقيه بيتكلم كده يعني بالظبط. فعلا فعلا الموضوع لازم تبصوا له نظره ان انتوا تشتغلوا على الـ على الاستاتستكس والتشارتس والكلام ده. الموضوع هيفرق معاكم كتير قوي يا جماعه. تمام. انا بس هو يعني فاضل دقيقه بتاع ممكن يفصل فارجعوا على طول. خش تاني. ماشي. امين مع حضرتك. بصوا يا شباب دلوقتي ثواني نعمل بس نفتح ال حاضر 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 حاضر. احنا فاني بوك 2 نعمل كده شير. بوك 2 بوك 2 بوك 2 اهي. بص يا شباب بتاع لودنج اهي. شايفين كده يا شباب؟ شايفين دي كده يا شباب صح كده؟ اللي انا بتكلم فيه اللي انا بتكلم فيه ان انتوا تقدروا حركه زي دي لما انت تيجي تشتغل مثلا بتيجي تعرضها مثلا. انا ما اعرفش شادي انت شغلك بيبقى بتعرض مثلا على دكتور جامعه ولا استاذ دكتور. هل الشغل ده ولا لا ما اعرفش التفاصيل بتبقى عامله ازاي. بس بنسبه كبيره الناس اللي بتشتغل في شركات وفي التعامل ده المديرين فعلا ده على فكره. انا بس دي حاجه بسيطه جدا من حته دي كده يا جماعه اسمها داشبورد. فاهمين داشبورد اسمها؟ حد يعرف يعني ايه كلمه داشبورد؟ يعني مثلا لو انا عندي عنصر فلاني انا عايز اعرف جميع البيانات المرتبطه بالعنصر ده بقى قد ايه بقى في كام سنه. بالظبط بالظبط. الداشبورد كمية اخر تابلو العربيه اللي بيسوق عربيات. الدركسيون قدام الدركسيون كده بتبقى اللي هي السرعه قد ايه اللي هو عداد السرعه البنزين الزيت اللي هي بتبقى كل حاجه قدامك صح كده يا جماعه. اللي عنده عربيه بيبقى كده او اللي انتم بتشوفوا العربيات بتبقى كده قدامها عداد السرعه عداد البنزين الزيت معرفش ايه تاني حاجات كده تفاصيل كده كتير بتبقى قدامكم. الداشبورد بتبقى كده. بتبقى انت مثلا قدامك مثلا الوكيل ده انا عايز اعرف كل انواع الوكيل ده عامل ازاي. مثلا الشامل للتجاره ده بمجرد ما ادوس عليه الشام ده ايه اخباره بقى؟ الشام ده بقى قد ايه؟ الدليفري قد ايه؟ الكميه قد ايه منه؟ هل جيد؟ بص يعني مثلا عندنا ايه؟ الجيد جدا منه اكتر من الجيد والممتاز.
ده في الشام. باع مثلا في سوريا، باع في سوريا 23,000. دي على فكرة دي داشبورد مصغرة، اللي انت ازاي تعرف تعمل حاجة اسمها داتا فيجواليزيشن. الكلمة دي تقيلة او فيجواليزيشن دي، ان انت تعرف تبين شغلك كحاجات مرئية الناس تشوفها بالمنظر ده. بس كده على فكرة صح. انا كل على فكرة يا جماعة، انا مديريني ما بيشوفوش غير كده، يعني انا شغلي على طول بيبقى معاهم كده. ومن ضمن الحاجات اللي فيها داشبورد او انت تعرف تشتغل على الداشبورد، في حاجه اسمها باور بي اي. حد سمع عن باور بي اي دي قبل كده؟ لا لا ما سمعناش. بص يا شباب، في حاجه اسمها باور بي اي، في حاجه اسمها تابلو، في حاجه اسمها نايم، في في بقى الجميله جدا اللي انا بستخدمها الايام دي حلوه قوي، اسمها جوجل داتا ستوديو. جوجل داتا ستوديو من ضمن الحاجات بتاعت جوجل داتا ستوديو، ان انت ان انت تقدر تعمل لايف داشبورد. يعني بص يا شادي، انت دلوقتي انت بتشتغل على الداشبورد دي كده صح ولا غلط؟ اكسل صح؟ صحيح. اما الجوجل داتا ستوديو ان تعرف تنقل الحاجات دي على اونلاين، وكل مثلا طالب من اللي انت بتتكلم عليهم دولت يقدر يخش يشوف حاجته جوه جوه الداتا كلها. يعني شفت انت البحرين دي كانها الامارات، البحرين، الجزائر، ما اعرفش ايه، دي كانها طلاب. فاهم قصدي يا شادي؟ وكل طالب ممكن يدخل مثلا على اسمه ويشوف حاجته عامله ازاي. فهمت قصدي؟ يعني جاب كام في دي الحاجه بتاعته قد ايه اللي هو يعني. بص انا ممكن اوريكم شكل كده، مش يعني اوريكم كده شكل كده من جوجل داتا ستوديو دي، كنت انا عاملها. جوجل داتا ستوديو اهي، هل انا كنت عاملها ولا اتشالت ولا ايه؟ ثواني اوريكم كده حاجه كنت انا عاملها زمان كده من حوالي سنه او سنه ونص او سنتين كمان. عن تصدق موجوده ديلي سيلز نوفمبر. عايزين نشوف مثلا حاجه كده قديمه شويه كده. لا مش قاريه. طب سيلز ترند، ثواني معلش يا شباب. حاضر، ويعني حاضر لحظة. انجل لا مش مسمعة دلوقتي، مش عارف ليه عمالة تعمل ريفرش كتير ريفرش كتير. ايوه اي ظهرت اهي. بصوا يا شباب، بصوا الحتة دي كده، انا فاتح اي فاتح دي. بصوا يا شباب هنا، انتوا شايفين كده؟ شايفين. بصوا يا سيدي، الشيت ده بيقرا من جوجل شيت. حد طبعا سمعته عن جوجل شيت دي قبل كده، اللي هو شيت الاكسل اللي ممكن اكتر من حد يعدل عليه. بالظبط. أيوه. بس اونلاين ده اسمه جوجل شيت. بصوا يا شباب، ده انا كنت عامله. دي بتقرا من جوجل شيت. على فكره الموضوع ده جامد قوي. الموضوع ده ديلي، يعني ده بيسمع. مش ديلي كمان، ده كل ربع ساعه بياخد لقطه. يعني مثلا بص انا عامل فلتر هنا، بص على الديت. طب انا مثلا عايز اعمل مثلا على فلتر مثلا على فرع ديسمبر مثلا. ديسمبر اهي. بص الستورز عامله قد ايه، الاونلاين عامل قد ايه. بص دي اونلاين دي يا شادي، يعني دي لايف. فاهم معايا يا شادي ولا ايه؟ معايا يا جماعه؟ ماشي. اللي بيحصل لايف عشان لا بص انت فاهم. بص انت مثلا لو انت مثلا عملت حاجه على جوجل شيت، تمام، وليكن الفلتر ده مثلا يبقى مثلا اسامي الطلاب مثلا عندك، تمام، في الاقسام بتاعتهم،
مثلا قسم الادب، ما اعرفش قسم الزلازل، قسم الجيولوجيا، الحاجات دي كلها. لما تيجي مثلا جميل طالب دخل اسمه مثلا، اختار اسمه، مش انت بتبقى حاطط اسم الطلاب هنا، تمام؟ هيطلع له المنظر ده كده. انت جبت كام من كام؟ انت محقق قد ايه من هنا؟ انت عامل ايه من هنا؟ انت عامل ايه من هنا؟ فاهم قصدي؟ دي لايف. حلو قوي. ما انا بقول لك، عيب يا شادي، عيب يا شادي بجد والله، انت ما تصغرناش بجد. لا 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 الكلام جميل جدا والله. فهمت قصدي ايه؟ فهمت. فهو المنظر ده كده يا جماعه، يعني مثلا يقول لك مثلا ايه، انت عندك مثلا توتال، بص بقى، بص بقى هنا في اكتوبر دي احنا عندنا مثلا 1400 كاستمر، في مثلا في نوفمبر بص هتتغير 1500 كاستمر، الكانسليشن قد ايه، الاونلاين قد ايه، الكاستمر قد ايه، كل ده انت بقى تقدر تعملها بمعنى اصح من هنا بقى. يعني تقدر تعمل دي مثلا ايه، تختار مثلا دي كل الديت من هنا، تختار مثلا الطالب مثلا يبقى عامل له هنا زي دروب داون منيو او دروب داون ليست، فاهمني يا شادي؟ والاسم مثلا سامعني؟ سامع حضرتك. اللي يختار مثلا، يختار من هنا يبتدي يطلع له النتيجه بتاعته وكل حاجه، ويطلع له شهر اكتوبر مثلا نعم ويطلع له النتيجه بتاعته، ويطلع له كمان صورته لو في صوره انت حاططها، ويطلع له الداتا بتاعته قد ايه وكل حاجه، وانت تعدلها ديلي. يعني بدل ما الناس تقول لك يا استاذ شادي انا عايز مثلا اعرف نتيجتي ولا حاجه، هتلاقيها اونلاين، فاهم قصدي؟ تمام. يبقى هم عارفين النتيجه بتاعتهم من غير ما يرجعوا لك، من غير ما يعملوا اي حاجه، فاهم قصدي؟ الموضوع كده يبقى احسن بكتير. ايوه دي كل ده من بيفت تيبل انايزر والفلتر سوري والسلايسر. بالظبط. السلايسر دي هتبقى، بص السلايسر دي كويسه جدا، هتفيدك اهي السلايسر. ثواني نعمل شير على دي، على الزرقاء. الزرقاء احنا فين؟ احنا هنا. انت شايفين حركه ايدي ولا شايفين حركه ايدي الماوس صح؟ فتيجي بقى هنا بقى، انت بقى بتبقى عامل كده. الفكره في الاكسل شيت يا شباب، الفكره في الاكسل شيت ان الاكسل شيت مقفول عليك انت لوحدك. يعني انت عشان مثلا تبعته، بتبعته ل 300 واحد ولا حاجه، لكن في الحاجات مثلا اللايف دي اللي انت تقدر تعدلها اونلاين، يعني تعدلها اونلاين تسمع في لحظتها على طول. اشهر حاجه وارخص بدل ما ابعت لك ارخص حاجه اللي انت شفتوها في الفري خالص، اللي هي جوجل داتا ستوديو اللي انا وريتها لكم من شويه دي. جوجل داتا ستوديو دي ببلاش البلاش، يعني دي ما فيهاش اي حاجه وما بتتصرفش فيها فلوس، ودي تقدروا تعملوها على جوجل شيت وتربطوها بجوجل داتا ستوديو. على فكره يا جماعه جوجل داتا ستوديو ده اي حد يقدر يعمل عليها اي حاجه وببلاش، بس كده. انتوا معايا كده يا شباب ولا ايه؟ السلام عليكم حضرتك. بس انا كده خلصت على فكره، انا كده خلصت وخلصنا كده الاكسل كله. هل في حد عنده اي سؤال في اي حاجه في الاكسل؟ بعد اذن حضرتك عندي سؤال. اتفضل. طب طبعا انا بسالك عشان اعرف دلوقتي، انا مثلا لو عايز اعمل شغل على اكس اكسس بس، فمثال انا داخل على الاكس اكسس. ايه الاكس اكسس؟ محور اكس. الاكس اكسس. ايوه معلش. معلش. اتفضل. معلش نطيت قدام شويه. المهم ففي داتا دخلها مثلا من اول تاريخ 1/2017 لحد 12/2020، انا بقى عايز في وسط التاريخ دي كلها احط ايفنت وسطهم ويطلع لي بنقطه كده من وسط الاكس اكسس. انا فاكر اللقطه دي. انا فاكرها. بص احنا بنعمل هنا كده اهي، الاكس هتبقى هنا، وندوس على كلمه ديزاين اهي ديزاين، وهنيجي ندوس حته الاكسل. لا مش دي، هي دي. لا مش دي، انا عايز اللي هي، اصل انا فاكر الحته دي يا شادي الصراحه، بس اللي هي الاكس اكسس. تمام كده، ونصغر الكلام ده كده شويه كده بالمنظر ده كده. انت بتقول ان انت عايز عند النقطه دي هنا كده مثلا، تعمل زي نقطه هنا صح؟ بص هي بتبقى انا بصراحه مش هكدب عليك، انا ما عملتهاش قبل كده، بس اوريك، او يعني اوريك تبتدي منين. هنا كده تدوس عليها مرتين هيظهر لك المنظر ده، فورمات اكسس. الفورمات اكسس بنسبه كبيره هتبقى في الاكسس اوبشن دي. اكسس اوبشن اهي بيقول لك البدايه المينيمم بتاعها من اول 0 لحد 35، واليونت اللي هي ال 5000 وبيطلع بال 1000. فانت بتبقى انت عايز ان انت تحط زي نقطه هنا كده، بحيث ان في ايفنت بيطلع. لا اله الا الله،
لو نعملها على مثلا شيت جديد غير ده تريك تيك ماركس. ثواني ما بص مش هكدب عليك انا ما عملتهاش قبل كده نيكست تو اكسس بس ثواني نعمل بس هايد نعمل نمبر. بص هي بنت كلب بنت كلب. لا جايز ممكن حضرتك فهمتني غلط انا بس يعني لا انا عارف انت عايز كده. تعمل هنا زي نقطة هنا كده وتعمل زي اللي يعدي من الاخر الايفنت ده او الرقم ده ده اللي عداه فاهم قصدي بالظبط. انا عندي تواريخ على عامل مثلا كولم كامل في كل التواريخ واحد 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 اتنين واحد تلاتة واحد اربعة وهكذا لحد سنة كذا سنة كذا كتايم سيريز فاهم. انا بقى بحط معاه كولم تاني في ايفنتس within the time series دي يعني فاهم. مثلا في تاريخ 10-11-2020 حصل كذا عايز اطلع دي بنقطة كده او هايلايت. والله فاهمك والله فاهمك 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 فاهمك. انت عايز تعمل زي نقطة بهايلايت algorithm scale base minor type inside. انا فاهم اللي انت بتحكي فيه ده شادي بس هي الفكرة label next access high. بص انا هقول لك على لحظه هقول لك انا على حاجه انا بارع في التدوير قوي انا اوعدك ان انا ادور لك عليها بس انا بصراحه مش هكدب عليك انا ما عملتهاش قبل كده بس هي انا فهمت انت بتدور يعني بتفكر ازاي ان انت بتبقى انت عايز تعمل زي هايلايت بحيث ان اللي يعدي الرقم ده او يعدي الايفنت ده يبقى احنا عايزين. الو ايوه يا محمد الصوت ما مش من عندي على فكره انا عارف الصوت بيضرب بيطلع فجاه كده طيب طب لو انا عملت طيب ده كده طب لو انا في هنا هي اعتقد هنا هي اعتقد دي هنا. بص يا شادي هي بنسبه كبيره انا اقدر ادور لك عليها بس مش هعرف ادور لك عليها دلوقتي بس انا فاهم انت بتتكلم في ايه يعني انا عارف انت بتتكلم في ايه. هي بص هي كلها على بعضيها بتبقى في الحته دي كده في الاكسس اوبشن في الاكسس ان انت تعرف تحط هايلايت جوه الاكسس. طب بص انا وانا بكلمك دلوقتي كده ان انا ممكن ادور لك عليها how to point in access احنا بنتكلم على ايه اسمها ايه اكس اكسس الاكس اكسس ان اكسل اهي ظهرت اهي لحظه شادي نيجاتيف اند انت معايا كده شادي الو ايوه مع حضرتك انت معايا صح ايوه هي بص هي بنسبه كبيره هي اهي هي بص هي بنسبة كبيرة بتحتاج 3 كولم على الأقل صح؟ بتحتاج لا بتحتاج اهي انا كده يعني بنسبة كبيرة وصلت المرحلة اهي حلوة اهي ان انا في الليبل في اللو في المينيمم يعني بص ابتديت ان انا يعني اهي هي موجوده اهي ثواني نشوف بقى كده ممكن نعمل ايه هنا مثلا في البوردر هنا في اللاين ممكن نعمل لاين اهي اللاين نعمل سوليد لا انا عايز دي انا كنت هختار معلش انا اخترت ايه اهي
لو في حد مثلا حابب يسأل سؤال تاني غير ده بدل ما نضيع الوقت كله، انا سؤال معاكم واحد يا قشطة جماعه، انا يعني. معاكم على فكره. انا يعني انا بس بوريه حاجه، لو انتوا عايزين تحكوا اي حاجه انا معاكم في اي حاجه انتوا عايزينها. فلات راوند ده، بس ده كده ده اللاين بتاعنا. ترانسبيرنسي، لا ترانسبيرنسي دي اللي هي بتاعت الشفافيه، دي الشادو والجلو. فيرتيكال دايركشن كاستم انجل، لا هي هتبقى هنا بنت اللذين هنا. بس انا بص، انا يا شادي انا وصلت لها، يعني وصلت الى مرحله الى حد ما ان انا وصلت لها. هاو تو سيت اكس اند واي اكسس، هاو تو موف ا تشارت ان اكس. بص هي قريبه، بس انا والله يا شادي انا لو كده لو وصلت ليها انا فعلا فعلا يعني اسمها ايه اهي. انا بس عايز اقول حاجه اضافيه ممكن تضيف على اللي انا عايز اوصل له. اتفضل. بمعنى صح انا عندي اتنين كولوم، بس عايز الاتنين كولوم دول يسقطوا على اكس اكسس، ما يبقاش واحد اكس واحد واي. يسقطوا على هيك فاهمني اكس اكسس، بمعنى يبقى التواريخ عادي ماشيه والتاريخ التاني يعمل لهم زي هايلايت عليه، صح كده؟ هايلايت كده لتواريخ معينه وذن الرينج الكامل. بالظبط بالظبط، انا كده فاهمك. بس هي الفكره ان انا مش عارف افيدك دلوقتي، لان الموضوع البتاع دي للاسف هو التشارت بنت لذينه، بنت لذينه يا شادي كبيره جدا، انت مش متخيل هي يعني بتبقى معقده قد ايه ان انت تعرف تدور عليها وتقعد تروح وتيجي. لا الموضوع، بس انا ادور لك عليها شادي. أيوة. بس انا ادور لك عليها بجد، ما فيش مشكله، انا بجد لازم بجد ادور لك عليها. بس لا لو هتاخد من وقتك خلاص ما فيش داعي. لا 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 انا كده كده ان شاء الله هعملها يعني ان شاء الله، بس انا بس ناوي بس ان انا افهمها بس الاول وبعد كده اقول لك باذن الله يعني. تمام كده يا شباب، انا يعتبر انا خلصت بجد بجد. اللي عايز اي حاجه عايز يعني يفهمها انا معاكم. لو اي حد عنده اي مشكله في الاكسل انا فعلا معاكم، يعني انا بجد بجد انا منبسط قوي في حته ان انا يكون. اتفضل قول لي قول لي قول لي يا نجاح. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. ليلي حضرتك في الجدول دوت دوست على بلد من البلاد دخلتك على شيء تاني صح كده؟ تاني كده قولي لي كده ازاي الشيت دوت، حضرتك دوست على بلد من البلاد لقيتك دخلت شيت تاني في تفاصيل تانيه. انهي شيت من يعني مثلا دوست على بلد زي العراق مثلا هي كده، ايه اللي حصل؟ ايوه دخلنا بص على شيت تاني، عملناها بقى ازاي؟ بصي إيه انا دخلت متاخره عشان معلش كان قاطع. لا اصل الموضوع كبير، اللي احنا ان احنا ربطنا حاجات ببعض. بس انا كده مسجل المحاضره، للاسف الحاجات دي تربطات كبيره قوي يعني. عشان ارجع لك اقول لك، طب انت عارفه البيفت تيبل صح؟ احنا لما عملنا البيفت يعني ده تبع البيفت تيبل. دي بتبقى حاجه في البيفت تيبل اسمها سلايسر، بس هو الموضوع بس كبير شويه، لكن هي بنسبه كبيره هي في حاجه اسمها سلايسر، كلمه سلايسر بس هي موجوده في الفيديو، وانا كده كده هرفع الفيديو ان شاء الله على يوم الاحد فهفيدكم فيه ان شاء الله. طب هل في اي حاجه اي حد عايز يسال اي حاجه دلوقتي، مثلا عنده مثلا معادله مش عارف يرد عليه؟ كان في واحد قبل كده سالني قال لي انا عايز اعمل معادله على مقفول على 120، هو موجود دلوقتي؟ يا هندسه انا معايا حضرتك. انت معايا؟ طب انت ما اتكلمتش ليه من الصبح؟ عامل ايه؟ انا عندي نفس المشكله، النور كان قاطع فلسه داخل متاخرش. انت مش قلت لي ان انت كنت عايز كنت انت عايز تحل حاجه اللي انت بالظبط؟ كنت انا بحسب النسب بتاعت البيع بتاعت السيلز، وكان حد اقصى 120. انت قلت لي قاعده اف، انا حاولت اجيبها بطريقه ثانيه كده بس ما عرفتش اعملها بالظبط. تعالى نعملها. بص اوريك اهي دلوقتي. دلوقتي احنا قلنا انت قلت 120 صح؟ طب نقول ايه اف؟ نخلي دي مثلا وليكن دي 120 او 130%. 130% تمام كده. وبقول له ايه؟ بقول له سامعني انت معايا؟ انا معاك بس جنب ايدني بس، فعامل دوشه فبقفل المايك. ما حضرتك يعني خليك بس معايا اهو، بندوس اف اهي. تمام. اف اهي. بقول له لو ده لو المعادله دي اكبر من 120% صح كده، دوس كوما. اقول له لا خليها لي 120%. تمام.
طب معلش ده كان قصدي حاجة تانية. انا كنت عايز انا كده بحسب البيع على التارجت تمام، فكنت عايز في نفس المعادلة في نفس الكولم اوتوماتيك ان لو حد عدى ال 120% لا اوتوماتيك ينزل على طول 120. ده برنس قوي بقى ده، انت اهو هنخلي دي فاهم قصدي؟ حاضر، هنخلي مثلا التارجت 100 وهنخلي الواحد عمل مثلا 140 كده، وهنقول له ايه بقى؟ بص نقول له اف لو ده، نفتح بقى نفتح قوس، نفتح قوس الاول اف ونفتح قوس كده جواه، لو ده على ده ونقفل القوس اكبر من 120% اذا خلاها 120%. طب لو لا اقول له اقسم ده على ده. فهمت ولا لا؟ بس تمام والله. بقول لك ايه، بقول لك ايه، خد خد خدها كده سكرين شوت وانا بكلمك، خد كده الكلام ده كده سكرين شوت. خلاص حاضر تمام اخدتها. بص خلاص. بص اقول لك على حاجه، بص نخلي دي كده نحسبها كده، لو هو كده عامل 140 وهو عامل 100 بالظبط، بس اوتوماتيك نزل 120 اوتوماتيك 120. طب لو هو عامل 100 كده عامل 100 ترجع عادي، هو عامل 80 تمام والله ينور بقى 80%. طب عمل 200، انا عملتها فعلا باتنين كولم وعملت هيدن للكولم اللي هو الحقيقي، بس كده الطريقه دي احسن بكتير كده كولم واحد يعني. اخرك من 120% بس كده. بالظبط تمام. تسلم الله يبارك لك يا كارنس. اي حد يا شباب عايز اي حاجه انا تحت امره، انا بكلم جد. عندي سؤال بسيط كده. اتفضل. لو انا عندي كولم فيه بيانات مكتوبه فيه تكست او رقم، لو انا عايز اضيف حاجه جنب الرقم ده من غير ما امسح الكلام اللي في خيالك كلها، يعني مثلا انا عندي وليكن كولم اللي هو مكتوب عليه كمية ده في ارقام، انا جنب كل رقم عايز اضيف كلمة قطعة مثلا، ازاي اضيفها على الكولمز كلها في حركة واحدة بدل ما امسح واكتب ممسح واكتب ممسح واكتب؟ يا شادي انت بتعمل كده فعلا؟ معلش انا بسيط شوية في الاكسل. بص شايف كلمة كمية دي، تعالى كده ناخدها كده كوبي كده ونقلها كده على اليمين كده شوية تمام كده، نخليها كده هي. فانا عايز اكتب جنبيها قطعه مثلا 452 قطعه، فاهمني؟ هنروح جايين كده نكتب هنا كده قطعه قطعه تمام، ولا اقول لك لا يا عم خليهاش قطعه نخليها على طول نكتب في في كلمه اسمها كونكاتينيت. كونكاتينيت اللي هي دي هتلاقيها عندك، لكن انا عندي دلوقتي بقت كونكات اسمها كونكاتينيت اهي. انا عندي كونكات برضو. عندك كونكات ده كويس كونكات تمام. تعال انا اخليها بعيد كده شويه كون كات وندوس على دي تمام، وبعد كده كلمه تمام. كوما وبعد كده نكتب قطعه تمام، وبعد كده نقفل القوس ب 452 بعد كده انزل بقى بالخلايا كلها اهي اهي. حلو قوي بالظبط. او تعكسها بقى يعني، مثلا احنا جات لي القطعه قبل الكلمه، فممكن نخلي مثلا تبقى كده كون كات، يبقى كلمة نحط بس الكلمة، الكلمة يا شادي تتكتب ما بين قوسين ما بين علامات تنصيص ما بين كوتيشن قطعة اهي بعد كده كوما وبعد كده الكلمة دي، او نعمل بقى سبيس بقى عشان تبقى برنس بقى. سبيس بتعمل ازاي يا شادي؟ مصدر. انا عارف ان هي مصدر تبقى علامتين تنصيص. لا ما هو يعني علامتين تنصيص. لا ده علامتين تنصيص. ايوه ايوه هي دي بالظبط. ونقفل بقى دي كده خلي نخلي دي كده اهي مسطره قصدي اهي بس كده. هو ده كان قصدي عليه. ايوه بس اهي بس كده اهي تمام بس كده. طب هل مثلا الفورمات هنا هيتغير من نمبر لتكست؟ هيتغير طبعا. هو كده هيقراها كتكست عادي. هو طيب هو قريها جنرال عادي. هو كده قريها جنرال بس انت مش هتعرف تجمعها. انا قصدي لو هي كانت نمبر هيحولها جنرال؟ هيخليها جنرال. ما انت انت هتيجي تجمعها مش هتتجمع، لو دوست صم مش هتتجمع. لو اكيد هيقول لك كده هيقول لك زيرو مفيش. تمام بس مفيش مشكله تمام. هل في حاجه ثانيه يا شباب؟ شباب انا خلاص ماشي. تسلم يا هندسه ربنا يبارك فيك ويزيدك علم يعني. حبيبي حبيبي ربنا يخليك والله. انتوا وشكم حلو النهارده والله. النهارده فرحي على فكره. الف مبروك. الله لك بخير. حد فضلنا كده طبعا هندسه غيرك ما كانش والله. النهارده فعلا النهارده انا رايح اخطب والله. فالنهارده يعني هم عاملين يكلموني هنجيب الجاتوه امتى ونجيب البسبوسه امتى، فقلت لهم والله خلص بس والله ان شاء الله.
ربنا يعينك هندسه وجعلنا زوج مبارك ان شاء الله. ربنا يخليك ربنا يخليك يا شباب. اي حد انا بكلم جد والله الله يبارك فيك. اي حد اي حد يا ريت اتمنى ما تخرجوش من من الجروبات. اي حد عايز اي معلومه انا موجود. انا ما بخرجش من اي جروب. انا داخل يجي في حوالي 30 40 جروب من ساعه ما اشتغلت مع رساله. ابعتوا لي على الجروب. بس الجروب ده مقفول يعني الجروب بتاع الاكسل ده بيتقفل. انا موجود. ما انا موجود. انا اسمي لو دخلته على على السؤال لو دخلته هتلاقي اسم محمد تحسين هتلاقيهوني ظاهر. وما فيش جروب لحضرتك نبقى متجمعين فيه ولو حد عنده سؤال يستفيد من الثاني. اي حد انا ما عنديش مشكله اعملوا جروب. انا تحت امركم. ابعتوا لي ده رقمي انا على طول. الجروبات لو انتوا دخلتوا على الجروب هتلاقوني طبعا حاطط بوستات يعني اقول لكم ايه المحاضره الاولى المحاضره الثانيه اكيد انا. فابعتوا لي على طول انا تحت امركم في اي شيء يخص الاكسل. انا حاليا دلوقتي كمان بتعلم برمجه كمان وانا ان شاء الله ان شاء الله افيدكم باي حاجه. خلاص شباب ما لسه لسه كنت عايز اقول لك لو في مثلا كورس تاني يعني ادفانس شويه اكتر بعد كده يا ريت. والله بص فرصه كويسه يعني. انا كل اهتماماتي بالامانه انا كل اهتماماتي بالناس اللي هي عايزه تتزق شويه في الاكسل. لكن الادفانس الادفانس في حاجه كتير قوي مش هكدب عليك في حاجه كتير قوي 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 يعني. اقول لكم على حاجه كده من الحاجات الجميله جدا في الاكسل. هقول لك على حاجه انت يا شادي مش انت عندك سامعني انت يا شادي؟ ايوه سامع حضرتك. هقول لك مش انت عندك الاقسام بتاعتك بال هقول لك انا على حاجه في شغلك انت مش انت عامل لكل شعبه شيت اكسل مثلا؟ ايوه بمعنى مثلا تقول له مثلا ايه مثلا شعبه كذا فيها كم طالب كذا شعبه كذا طالب كذا كذا اسمه شعبه ايه جاب قد ايه درجات وكل شعبه في شيت اكسل لوحده في ورك بوك. انا قصدي ورك بوك لوحده يعني كل حاجه منفصله صح كده؟ تعرف ان تقدر تضمهم كلهم في شيت اكسل واحد مره واحده على فكره بضغطه كليك. هو كل حاجه ممكنه طالما حضرتك قلت يعني. شفت بقى دي بقى جامده جدا يعني. وليكن انا في واحد جالي قال لي واحد معايا في الشغل يعني قال لي انا عندي 36 او 46 شيت اكسل وعايز اضمهم كلهم مره واحده. يا لهوي ده شلل. انت لو فتحت 46 اكسل تفتح شيت اكسل وتاخدهم كوبي وتحطهم بعد كده تفتح الشيت اللي بعديه تاخده كوبي وتحطه تحت الاولاني وهكذا صح؟ مش ده التفكير اللي انا اللي انتوا بتفكروه؟ في بقى حاجه بقى دي من ضمن الادفانسد حاجه اسمها باور كويري. دوروا في الحته دي اسمها باور كويري. دي بتضم الاكسلات كلها بس بشرط يبقى كلهم بنفس التمبلت. سامعيني؟ كلهم بنفس التمبلت. نفس التمبلت يعني الاسم التاريخ العنوان معرفش ايه يبقى كلهم في 46 شكل بعض. اصل 46 اللي هو جالي ده كان عنده 46 دولت ال 46 خارجين من خارجين من سيستم يعني خارجين من سيستم فاهمين قصدي؟ فكلهم كانوا شبه بعض ما عدا طبعا الارقام اللي جواهم. ففي حاجه اسمها وعلى فكره صح انا عامل الفيديو ده على اليوتيوب بجد بجد خش على اليوتيوب والله هتنبسطوا قوي. كنت بضم حوالي انت بقى ورزقك 100 اكسل 200 اكسل تجمعهم كلهم تحطهم تحت بعض ده في ضغطة زرار واحد اسمها باور كويري. ماشي يا شباب؟ تمام هندسه تمام حبيبي يا شباب. ماشي يا شباب. انا كان عندي سؤال هندسه. اتفضل اتفضل. لو عندي كولم التايب بتاعت القيم اللي عندي فاليو تمام ماشي. لما باجي ادوس على الفاليو دي نفسها بيجي لي علامه تعجب كده بيقول لي ذا فورمولا ان ذيس سيل ريفير تو رينج ذات هاز اديشنال نمبر ادجيسنت تو ات. يعني بيجي لي علامه مثلث كده. تلاقيك واخدها من شيت تاني. هو حد بعتها لي على الميل وباجي افتحها بقى واضغط على القيمه نفسها بيجي لي علامه التعجب دي. هل كده الارقام كده قبل ما تفتحها بيجي لك حاجه اسمها انيبل كونتنت فوق كده صح؟ تمام. اول ما تدوس كلمه انيبل اعمل كده كليك يمين كده كليك يمين اهي كوبي وبعد كده كليك يمين بيست بعديها اللي هي البيست ال 1 2 3 دي. شفت ال 1 2 3 دي؟ بس وبعد كده كباليوز يعني؟ لا وبعد كده تفتح الشيت عشان يظهر لك الارقام لان دي تبقى ريفيرال لشيتات ثانيه لاكسلات ثانيه فاهم قصدي؟ معلش التاني كده يعني هو بعت لي على الميل انزلها عادي زي ما هي وما بفتحها. اول ما بتفتحها بيظهر لك كده في هنا في الشريط هنا فوق كده حاجه اسمها انيبل كونتنت صح؟ يعني هو فتح على طول ما ظهرليش دي. ماشي يعني اول ما تدوس هنا تروح دايس هنا كده كوبي تقف في الحته اللي هي دي كده الحته دي كده كوبي وبعد كده
بعد كده كليك يمين 1 2 3 بس كده، وبعد كده تقدر تفتح الشيت تاني. بس كده، مش شرط اعمل نفس الحركه دي في كل شيت صح؟ لو عملتها واحده خلاص يعني. لا سواء الفايل نفسه في كذا شيت، انت عايز تسمعها على كل الشيتات صح؟ اه. بص هقول لك انا، بص في هنا لو دوست كليك يمين على الشيت ده كده كده اهو، هتلاقي يقول لك سيلكت اول شيت. حد يعرف الحركه دي يا جماعه ولا لا؟ لا اول مره اشوف. بص يا شباب لو انت عندك اكسل شيت، بص اهو افتح. طب الناس دي قبل كده، ما هو يا جماعه ما هو الاكسل، ما هو الاكسل ده بحر، ما انا بقول لكم الحاجات الاساسيه. بص اوريكم انا حاجه اهو، انتوا شايفين الصفحه البيضه دي؟ تمام. بصوا لو احنا جينا عملنا شيت 1 شيت 2 شيت 3 شيت 4 شيت 5 شيت 6 شيت 7 شيت 8 شيت 9 شيت 10 صح كده؟ مش ده اللي انت قصدك عليه صح كده؟ تمام. بص لو انا دوست في شيت 1 ودوست كلمه سيلكت اول، سيلكت اول شيت اهي كده، كل الشيتات اهي اتظبطت اهي من 1 ل 10 تلاقي نورت ابيض اهي صح؟ انا كنت بعملها بكنترول وبالماوس بالظبط، امشي على كل شيء. بالظبط. في بقى سيلكت اول اهي، لو كتبت كلمه محمد هنا ركز في الكل وكبرتها هنا كده وخليتها باللون الاصفر، وهتلاقي سمعت في كله. فهمتني؟ تمام. فانت هتيجي تقف هنا سيلكت اول وتروح دايس هنا كوبي وتروح عامل هنا بيست، كليك يمين برضو بيست اللي هي 1 2 3 دي كده خلاص بقى كده الشيت بقى كده كله ارقام، وتيجي هنا نروح ماسحين كلمه محمد دي عشان ايه؟ بس لو في تكست مش هيأثر عادي صح؟ لا مش هيأثر. لا مش هيأثر. بس القيمه نفسها كده، فرضا لو انا ما عملتش القصه دي القيمه نفسها كده، هل دي مش صح ولا عادي برضو؟ هي القيمه ظهرت كل حاجه. المشكله كلها ان هو رابط الشيت ده بشيت عنده هو. تمام. فهمتني؟ فانا بقول لك تثبت الارقام عندك وبعد كده تشتغل انت بقى، ما انت كل ما تفتح اي بس ما بتقراش. لا بتقرا، هي بتبقى ظاهره بس لما قصدي لما باجي اضغط عليها بيظهر لي علامه التعجب دي جنبها. ايوه انا فاهم. بس القيمه ظاهره. بس انا قصدي القيمه دي حتى لو اشتغلت عليها هي كده ما فيهاش مشكله برضو صح؟ يعني القيمه نفسها يعني. قول تاني كده حتى معلش تاني. بقول لك القيمه نفسها اللي ظهر قدام دي لو اشتغلت عليها على طول عادي من غير ما اعمل كوبي بيست كده زي ما انا عادي. بس انا بتكلم ايه، انت لو اول ما بتدوس عليها دبل كليك بيبوظ لك الدنيا يعني. يا ابا بتظهر لي علامه التعجب بس مش اكتر، بس القيمه ما بتتغيرش. بشتغل عليها عادي. انا كنت عايز افهم بس ايه سبب علامه التعجب. بحس في مشكله هو عامل معادلات مشيت عنده وقبل ما يبعتها لك ما مسحش الحاجات دي او ما عملهاش كوبي بيست والكلام ده، فهي مسمعه بس كده. تمام. بس هي ما فيهاش مشكله. لا ما فيهاش مشكله. تمام شكرا. تحت امرك تحت امرك. في يا جماعه اي حد عنده اي حاجه تاني؟ يعني هنا كان كاننا بنكتب على ورق الكربون ده بنسمع في اكتر من شيت في نفس الدقه. يعني نفس مثلا شيت 1 بص شيت 1 كنترول شيت 6 كنترول شيت 10 دوست كده كنترول واخترت، لو كتبت كلمه محمد هنا هتلاقيها سمعت في كله، في ال1 وال6 وال10. فهمتني؟ انت بقى بتختار أيوة. كام شيت انت بتعمل فيه. على فكره الحركه دي حلوه جدا على فكره، بس خد بالك لو انت جيت دوست على السيلكت اول دول كلهم مش هتلاقي كلمه فلتر، فلتر هتلاقيه مختفي، لان باللوجيك على فكره اكسل بيعمل اي حاجه لوجيك، باللوجيك مش هتعرف تعمل فلتر على ال20 شيت صح؟ هيطلع لك داتا ايه ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ بس كده يا جماعه. ايوه. انا كده يعني والله انا بحاول انا اعمل اللي عليا وانا تحت امركم، اي حد عايز اي حاجه يبعت لي على الاكسل يبعت لي على الواتساب وانا تحت امركم. بس كده. بس يا باشا يلا بقى عشان تلحق الجاتوه ونلبسه. والله عمالين يتصلوا بيا. فانا شكرا جدا لكم يا رجاله، وانا مبسوط والله انا فعلا بكلمكم بجد، انا فعلا مبسوط ان انا اشتغلت معاكم، وان شاء الله تستفيدوا وتقدروا تطبقوها في شغلكم، ولو عايزين اي حاجه او في مشكله قابلتكم قولوا لي، وان شاء الله اكسل بقى وبرامج تانية الحمد لله الواحد بيبقى عنده القابليه ان هو بيدور وبيسعى وكده. فان شاء الله ان شاء الله اشوفكم على خير، واتمنى ان الحاجات دي تفيدكم في شغلكم. شكرا جدا يا جماعه لكم. شكرا جزاك الله خير. شكرا جدا لكم يا جماعه. مع السلامه. مع السلامه.